يا بني حوارك قناتي يا ماكو المقنع استركوا فيها يا ماكو المقنع استركوا فيها هذا سنة هذا فجأة حاجة نزل أنا دقيقة هذا سنة أجي أنا نمر وأسوي في هذا الفيديو هوريكم فيديو صديقي اشتركوا في قناتي أرى قناة ريان بامور اشتركوا فيها شوف اللوت الحين عند السود جان سكار سمزي مينيز هو يلعب بأس فور ما يعرف يلعب مثلي بأس فور يعني أني بأس فور هو بأس فور مثلا نفس زي هذا مو نفس أقصد أني بأس فور هو بأس فور يلعب فورت نايت وعنده اتس وان زد وان عنده ألعاب وأني يعني هوك تغير كرافتوتي فورت نايت بحين فورت شوفوا لو تسابوس عند الصديق عن هذا كان عند القطوة هذه ما هي في سفينة فورت نايت كانت في سفينة لا مو القطوة كانت القطوة في سيزون ما أعرف الثالث أو الثاني كانت في سفينة هو زاد تبول وحدة للسفينة يا أخي هي القطوة زادت وحدها هو كانت تبكي وهكا يا أخي زاد ولد القطوة أجهزة الروبوت عنده وعند السودجن مش كذا وسكار تلقاها أكسريتها عند الدروب أكسريتها والأس إم سي سهل تلقاها في الصندوق الكل ومينيز والله كله سهل وأنا لوت خرافية يعني مرة لقيت بومب ذهبي وسكار ذهبي وأس إم سي خور أسطوري وزكزك وقت السيزون الثالث وعندي وقتها في واحد أسلحة فامس مسك في زون ثاني ثاني فامس مسك مسك أريد أربح الفكتور أحسن أربح من زبط الفوز ربح الفكتور والسلاح هذا ديني من لوت لوت 330 خصمة يعني الرزوم يعني أربع خلاص يعني الرزوم يعني بيتزا هو بيتزا فورمازا قال بيتزا سوتها هذا ما أطلح مو بيتزا بيعاي سواب هون هذا فيديو من شلاك اشترك في قناتي يا ماكو مقنع اشترك في قناة ريان بامور قناة ريان بامور قناتي يا ماكو مقنع وما تنسوا تتابعوني على الانستغرام اسم قناتي في انستغرام يونس مقراني يونس خمسة مقراني يونس خمسة قناة اسمها ريان بامور قناة اسمها يومك المقنع يعني